سي انس بونويف. اولا الميزانيه تتعرف واحد التطور كبير هاد سنه 2022 بالزياده الضريبه على القيمه المضافه، وكذلك تحيين القانون الجبائي اللي هو كان زاد عندنا فيه واحد الزياده اللي هي مهمه بالنسبه للموارد الماليه بالجماعه. بالنسبه للدوره دور دارت يعني في ظروف جد حسنه، وكان يعني جميع المستشارين يعني كانوا في تفاهم وتضامن على هذه الميزانيه اللي عرفت واحد الزياده ملموسه بالنسبه ل 2000 سنه 2021. وهذا يرجع بالفضل على الساكنه ديال الهروره ان شاء الله، اللي غادي تكون ان شاء الله المتطلبات ديالها ستنفذ برمتها. يعني هنا كان واحد الحكامه في تمرير الميزانيه، وفي بالنسبه للمداخل كانت مداخل مهمه كثيره مزيانه بزاف، زياده على القيمه المضافه اللي عرفت واحد التزايد كبير، واحد النسبه كبيره في الزياده ديالها. والحكامه ديال في المصاريف، يعني عطينا كل ذي حق حقه بكل حكامه وبكل عقلانيه، وتابعا للمصداقيه والدوريه ديال السيد الوزير الداخليه اللي هي تتضمن الحكامه بتسيير الميزانيه. وشكرا. الحمد لله دازت في واحد الجو مزيان، الناس كلهم تقريبا ناقشنا الميزانيه ناقشناها باب باب، والحمد لله ديما صويت بالاجماع، الاخوان كيتفقوا راه ناقشنا داك الشيء كاملين تقريبا كامل داز مجموعه اتفقنا عليه كاملين، دونك التصويت راه داز تقريبا بالاجماع الحمد لله. دابا الامور غادا مزيانه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.